اللي من حضراتكم بيتابعنا بشكل دائم اكيد واخد باله ان احنا زي ما بنتكلم دايما عن كرة القدم بنتكلم كمان عن الرياضات الاخرى، وكلمة حق لازم تتقال. انجازات الالعاب الاخرى مستمرة وبقوة على مستوى المنتخبات المصرية، كان اخرها منتخب مصر للتجديف اللي شارك في بطولة العالم لتجديف الشواطئ اللي اقيمت مؤخرا في ايطاليا، وحقق مركز مميز جدا بل وتاريخي بالنسبة لمصر في رياضة التجديف او تجديف الشواطئ تحديدا. تعالوا نتعرف اكتر عن هذا الانجاز اللي اتحقق وتحديات رياضة تجديف الشواطئ يعني في بلدنا من ضيوفنا اللي منورنا، كابتن مصطفى العطار عضو اتحاد التجديف ورئيس البعثة المصرية في بطولة العالم، وكمان منورنا عمر شريف الأماطي لاعب المنتخب الوطني للتجديف والحاصل على الميدالية البرونزية التاريخية في بطولة العالم، ودي ميدالية تاريخية بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى، وعلى فكرة كما جاء في تصريح وزارة الشباب والرياضة. مليون مبروك ومنورين الدنيا وصباح الفل عليكم. صباح الخير والنصر خلينا نقول. بصوا قبل ما نخش في اي تفاصيل بحب دايما اتعرف على ضيوفنا، هبدا بيك كابتن واشرح لنا اكتر عن بدايتك. ايه كنت بتمارس طبعا الرياضه دي في البدايه، وبعد كده كان في تصاعد بقى واهتمام اكتر كمان انك تكون في مركز يعني مسؤول. انا مصطفى العطار عضو مجلس اداره الاتحاد للدوره الثانيه ومشرف على اللجنة المنية في الاتحاد، وكنت لاعب تأديف دولي وحصل على ثالث كاس عالم 2022. رائع جدا. كانت الميدالية من احدى الميداليات اللي احنا جبناهم في الفترة بتاعتنا، واحنا كنا بيسمى علينا الجيل الذهبي. كان مع الله يرحمه علي ابراهيم، طبعا ده اسطورة التأديف في مصر الله يرحمه. و يعني بعد ما اي حد بيخلص اللعبه وبيبقى محب للعبه بيفكر ان هو يفيد اللعبه ازاي، صحيح، يا جهه مسؤوله او تدريب أو اداره. فانا حبيت الشق الاداري ان انا افيد احسن واحاول افيد لعبتي، فدخلت الاتحاد المصري للتأديف، والحمد لله بنحاول ننمي على قد ما نقدر يعني بامكانياتنا ان شاء الله الحمد جميل. لله جميل جدا. عمر برضو هنسالك نفس السؤال، نتعرف عليك اكتر، ابتديت سن كام واشمعنى التأديف ومين كان بيساعدك، مين اللي حببك اصلا في الرياضه دي تحديدا؟ هو انا عمر شريف، بدات في نادي المعادي، بدات وانا عندي 13 سنه بتاعي 12 سنه. كنا دايما بفطر في نادي المعادي واليخت اللي على النيل، ففي مره من المرات بنتمشى عادي في النادي فلقينا زي جراج كده فيه مراكب، فانا وبابايا حبينا نفهم ايه اللعبه دي وكده، فسالنا واكتشفنا ان هي تاديف وكانت موجوده زمان في النادي وبطلت، وبعد كده يعني دخلناها الحمد لله تاني النادي يعني الصدفه هي اللي عملتك بطل. ايوه. حلو ده، جميل. طيب يعني بدايه كده احنا كنا بنقول في مقدمه الفقره دي، او انا كنت بقول في مقدمه الفقره دي، ان حتى حسب تصريح وزاره الشباب والرياضه الميداليه البرونزيه اللي اتحققت هي ميداليه تاريخيه بالمعنى الحرفي للكلمه. عايزين نفسر للناس ليه هي تاريخيه. التأديف الشاطئي اللي هو البيتش سبرينت ده لسه ناشئ جديد، بقاله يعني دي ثالث بطوله عالم. كانت أول بطولة كانت في البرتغال 2021، و2022 كانت في ويلز في إنجلترا، ودي التالتة، ودي عليها سبوت جامد جدا. لو حضرتك شفت الانترز بتاعتها الدول اللي شاركت في البطولة دي، يعني لأول مرة في بطولة عالم كوستل نوصل إن السولو اللي هو السنجل سكال الفردي القارب الفردي يبقى 32 و36 دولة مشتركة فيه. وقبل كده كان بيبقى كام؟ قبل كده 10 20 أوكي. يعني ماكسيمم 20 أوكي. فده بيبين الاهتمام، لان هي الاتحاد الدولي للتأديف بيحاول يدخل اللعبه دي. حضرتك عارف الاولمبياد بيبقى ليها كوتا من في الالعاب. طب فعندنا الالعاب بتاعتنا المراكب بتاعتنا في الاولمبياد الكلاسيك فيها عباره عن قوارب، القوارب دي ليها عدد معين من ميداليات الذهب والفضه والبرونز زي ما حضرتك عارف الاولمبياد. فاحنا عندنا تو كاتيجوري من اللعيبه اللي هو الهيفي ويت واللايت ويت. اللايت ويت في اعتقد قاربين فقط لغير اللي موجودين، فهو التصويت في اللجنه الاولمبيه الدوليه على ان هم هنحاول نريبليس دي بحاجه ثانيه، ان احنا نقلل فقط الموجودين، بمعنى ان ما عندناش غير. فبتتكلم على مصر ولا انا بتكلم على الكوتا في الاولمبيات. اوكي. ف
فبداوا الاتحاد الدولي يفكر في اللعبه ان احنا ندخلها مكان المركبتين اللي هيتشالوا اللي هم اللايت ويت الدبل لايت ويت ولاد وبنات.